تارة يحاول التغلب على المرض الذي نخر أجزاء كبيرة من جسده، وتارة أخرى يحاول استذكار رحلته الطويلة مع التشكيل، حتى جاءت ساعة رحيله عن الحياة عن عمر نهز 89 عاماً بعد صراع مع المرض جعله طريح الفراش لفترة طويلة. ذلك الفنان التشكيلي الرائد نور الراوي ها هو يشيع اليوم من أمام جمعيته التي احتضنت اسمه وتأريخه النادر لهذا الفن في العراق. نشعر الحقيقة بحزن بالغ وعميق أثر رحيل فنان كبير، علم كبير الحقيقة، رائد قدم الكثير للحركة الفنية في العراق. ودعناه اليوم إلى مثواه الأخير ألا أنه موجود بيننا من خلال تجاربه الفنية. أكثر من 50 عاما تنقل الراوي خلالها بين لوحاته التي تعود لمراحل متنوعة من عمره، حيث القباب والطيور والفرات وملامح المدن لا سيما بغداد التي كانت ملامحها وتفاصيلها حاضرة بوضوح في لوحاته. نور الراوي إنسان وفنان ومبدع كبير، استطاع أن يبصم في جدار التشكيل العراقي منذ خمسينيات القرن الماضي، مقدما لأول برنامج في الوطن العربي ومؤلفا لكتب فنية ومؤسسا لمتحف الفنون. ولد الفنان الراحل عام 1925 في مدينة راوة، ويعد أحد مؤسسي المتحف الوطني للفن الحديث، وهو رئيس جمعية الفنانين التشكيليين في ثمانينيات القرن الماضي. قدم العديد من المعارض الشخصية فضلا عن مؤلفاته العديدة، من بينها المدخل إلى الفلكلور العراقي، اللون في العلم والفن والحياة، تأملات في الفن العراقي الحديث، وغيرها من الكتب المعدة للطبع. هاجر عبد القادر، السومرية.